خبر بخصوص رومان رينز، وخبر بخصوص كمان سي ام بانك مهم، وريم السيرو صرح ايش على الفيسبوك. هاي الاخبار معنا اليوم، بدي ما اطول عليك، واذا ما كنت مشترك اشترك وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وخلينا نبدا الاخبار. ونبدا مع الخبر الاول. الخبر الاول بخصوص رومان رينز، واللي هو يا جماعه الخير كثير مؤسف انه رومان رينز مش حيكون موجود لا في الوور جيمز لا في سيرفايفر سيريس ولا اي شيء. رومان رينز حياخذ اجازه من اخر عرض اللي هو كراون جول لنهايه 2023، يعني اول مره حنشوفه حتكون او ثاني مره حنشوفه بعد غيابه حيكون في 2024. والخبر الثاني انه سي ام بانك قال للشركه انه احنا ما في بيننا وبين سي ام بانك اي وعود او اي مش عارف ايش انه اتفاقيات من هذا الحكي، بس انا بظن انه هذا الحكي كذب، لانه سي ام بانك زي ما انتم شايفين في الصوره قاعد على الانستغرام بيلمح وحط اغنيه الوور جيمز تاع السيرفايفر سيريس الرسميه في ستوري له، وكان حارق فيه كالوري كانه بتمرن. فانا من وجهه نظري سي ام بانك حيرجع في سيرفايفر سيريس، بس يمكن قاعدين بيعملوا زي هيك عشان الاجواء وانه ما تنحرق عودته، بس هي عودته محروقه يعني. فبالمجمل الخبر انه الشركه بتحكي انه احنا ما في بينه وبين سي ام بانك اي اتفاقيات، بس صدقوني فيه وصدقوني سي ام بانك حيرجع في شيكاغو في سيرفايفر سيريس. وبالنسبه للخبر الثالث والاخير معنا لهذا الفيديو، انه ريم سيريو اعلن على الفيسبوك عن اصابته، بده يعمل عمليه جراحيه في الركبه اليمنى اللي هي وقعوا عليها سانتوس اسكوبار في الحديده وخبطوا فيها اخر شيء، فاتوقع انه عملت له اصابه، ممكن انه ما نشوف ريم سيريو موجود في سيرفايفر سيريس. ما بعرف قديش ممكن العمليه تقعد، بس اللي بنعرفه انه في انه عنده عمليه في الركبه اليمين. وبس صراحه هاي كانت اخبارنا اليوم، فيديو سريع سريع مش حاب اطول عليكم. بذكركم اللي مش مشترك اشترك، ولا مش حاط لايك حط لايك، وبذكركم كمان انه ندعي لاهلنا في فلسطين الله ينصرهم ويقويهم باذن الله انه فلسطين تتحرر. يعطيكم الف عافيه ومع السلامه.